يمشي بدون قدمين ويطير بلا جناحين. بلا جناحين. المطر إيه؟ المطر إيه؟ ايضا متوقع بكره يمكن يجي مطر ويمكن ما يجي. الطياره الطائره او الطياره؟ اختر الاجابه الصحيحه. الطائره. طائره او طياره، كلا الاجابتين خاطئه. الله يعطيك العافيه. بس قريبه ترك حولها، يعني بنفس الموقع. الإجابة حول الطيران وحول الدنيا فوق. صواريخ يعني؟ ها؟ صاروخ. صاروخ. يمشي بدون قدمين. القلم ممكن يمشي بدون رجلين. حلو. ويبكي بدون عينين. حلو. ويطير، هذه حكاية يطير إذا كان. ما جتها. الأفكارية ما تجي. ما طريقة. شلون يبكي قلم؟ القلم الكتابة يوم يكتب. هذا يا بكاء؟ يمكن يكون بكاء. دموع السوداء. نعم. غيره. غيره. والعين طبعا تمشي تطير، هذه يركب عليها تطير بدون العين. العين إيه. تطير بدون ذا وتمشي بدون رجلين، تشوف مد النظر. خياله ما فارق عيني، ما اشوف بهالعالم زياه. ضبط. شوف، في استعانه بصديق. صديق قاعد يقول الجوال يمكن المشكله مستعين صديق واجابتك غلط. الله يجزاك خير. تعال خلينا نجيك نجاوب. مغشيك غلط. يقول لك يمشي بدون قدمين ويطير بلا جناحين. 100 ريال. الله يمر عليك. لا والله ما يمر، بس ما حليتها. اكرمك الله، بيض الله وجهك. يطير بلا جناحين ويمشي بلا قدمين ويبكي بلا عينين. والله نسيناها صراحة، مرت علينا سنين والله يا أخي، وانتم مسكتوني فجأة وجبتوني. رب صدفة يا أبو حنشل لم تلدها أمك. رب يا خرف الشخص مثل أبوك وعمك. رب صدفة يا أبو حنشل لم تلدها أمك. رب يا خرف الشخص مثل أبيك وعمك. يقولك يمشي بدون قدمين ويطير بلا جناحين ويبكي بدون عينين. هاي تحجير هذي. ابويا. يمشي بلا قدمين ويطير بلا جناحين. جاي مبتعث ولا لا؟ ما شاء الله. اي نعم ما شاء الله، اي تخصص ما شاء الله؟ انجليزي. حي من هو مذاكر كل الكتب والدفاتر، متحمسا ومثابر دروس ما قد خلاها. دروس ما قد خلاها. طيب نعم. نرجع للسؤال. نرجع للموضوع. ارجع طال عمرك. اي نعم. وترجم لك السؤال بال وشاخر عباره. يقول يمشي بلا قدمين ويطير بلا جناحين ويبكي بدون عينين. يبكي بدون عينين. يبكي بدون عينين. والله ما لي، ما عندي خبره عن هالموضوع. لو ترجمنا لك باللغه الانجليزيه. والله يمكنها مو موجود عند الانجليز. سغينغي سغبغا سلف.